هو الكيس الاولى الخوت. السلام عليكم الاخوان، تحياتي لكم وصباح جديد ان شاء الله. خرجه جديده في نص المصيد بلاج اكادير ان شاء الله الخوت، تكون شي حصيله باذن الله، يكون ما يدار. اللهم بارك. الكيس الاولى لاصحاب الله. الحمد لله سرقنا الخود هادي. سرقنا هادي صغيرة. شتو 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 قدام شتو شتو. لا لا هو معايا. أبلغ أبلغ هذا هو الكيسة الأولى الخوت جرية. اللهم بارك. بسم الله. اللهم بارك. لا لا قري يا قري، دير القري ولا الابيض؟ عندك القري؟ اللهم بارك. أولا هذا الخوت أوراق. اللهم بارك. هاي فين اخوه ان شاء الله.
حميد بصحتك اخويا ازرنيك الخبر صحيحه اخويا راه جيت من قنت اخر والله ما عندي الموسم الا ما عنديش عندك علينا وليد توفي صافي عندك ايه 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 عندك الارضين سير اجمع شد الغرق اللي فين شد دابا ما غادي يبين وجهو مزيان طي تنقص عليه الماء شويه حيت باقي الغرق دخلها مع سرقاله اوراق الحرام اخاك غبر وجهو غبر شويه وجهو
الله عليك صحاب داسين ورديك. خيطاتو الخوت خيطاتو الخوت. بالنسبة للحصيلة الأولية هي هادي الخوت، هي بياسة الإدارات الصحية، أبلاغ وأوراق لا اخرى الخوت. تلاب لا الرقيق الخوت هو اللي هو على شربنا، كاين اللي بغى يصيدو كيدير ليه الراكلو. انا الخوت ما كنفضلش الراكلو، كنفضل احسن حوتات مزيانين. هانتوما الاخوان اللهم بارك. وبالنسبه شو واكل الخوت علاش راهي على الراكلو؟ ها